عارفه ان مات اندفن، المحبوس الناس عارفه انه محبوس، احنا مش عارفين هو تيه وتيه. طب اعمل ايه عشان يتحبس وده كله؟ عشان هو لا بيروح يشتغل لكده ولا له شغل لكده، هو قاعد طول النهار على الرصيف ما بيقومش من مكانه، وساكن بالايجار مش بنت بالايجار، وربنا هو واحد اللي اعلم بينا. يعني هو ده يرضي مين؟ هو كان كل يوم بياخد حقن غضروف، وبياخد حقن سكر، بياخد حقن المرض اللي عنده، وكان بياخد دواء. الوقت الوقت 4 شهور عامل ايه؟ في ناس اجت قالت لي ان هو مات، اقسم بالله ناس اجت قالت لي من شهرين ان هو مات. انت ما كلمتوش خالص؟ ما كلمتهوش، والخبر شاع في البلد كله ان هو مات. يعني يبقى احساسك اه في رمضان اما كل ده يبقى عام عند الواحد، يبقى ده ايه؟ في رمضان؟ في عيد؟ في عشاء اصلا؟ فين العشاء؟ فين؟ مش الكلام. فين العشاء؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان رايحين يسترزقوا؟ هما كانوا رايحين يسرقوا ولا قاتلين حد ولا عاملين حاجه؟ فكانوا احنا ماشيين على رزقهم وطالعين بتساريح. ليه ال4 شهور بتاعتهم قلنا خلاص ده هيجوا في العيد يعيدوا معانا، رمضان راح هيجوا يعيدوا معانا. قال لي جرى يعني عشان ده كله؟ عشان ايه؟ عشان المصريين يعني وناس شعب غلبان. يعني هي الناس ما تبصش للغلابه يعني اللي زي حالاتنا يشوفوا الناس دي ملها عاملين ايه؟ عامل ايه في علاج وعامل ايه اذا كان ميت ولا عايش؟ حزين عيد رمضان وكل يوم بقى 4 شهور الوقت ما عدى علينا حزن لان هو غلبان، ولا له حد ولا له اخ ولا له اي حد غلبان، وعايش في حمى الله وحمينا، واحنا قاعدين برضه في حمى الله وحمينا. هو حمينا انه جوزي مات بقى 40 سنه ولا 35 سنه، وهو قاعد معاه برضه مراعينا وشايف كفني. وبعدين هو غلبان يعني، هو ما يستحقش السجن اللي هو فيه دي. وبعدين دي مش عيد، ده حزن، حزن جامد. هو لو مات ودفناه يمكن كان العيال عيدوا، انما كده ما احناش عارفين لا سكه. وبعدين حرام الظلم في الناس دي، ده ظلم، ده ظلم في الناس المتهومه دي، لان هم ناس غلابه، كل الصيادين غلابه بتوع معيشه بتوع اكل وشرب، ويخشوا بيوتهم لا بيروحوا لكده ولا بيجوا لكده. نطلب من المسؤولين يحلوا يفكوا عنهم، يفكوا اسرهم، يشوفوا هم عاملين فيهم كده لا. لان كان قبض صيادين مستقله في المطريه، بذلنا اقصى ما نملك لايصال صوتهم للمسؤولين، بدايه من مجلس المدينه حتى محافظه الدقهلين حتى وزاره الشؤون التضامن الاجتماعي حتى السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزاره الخارجيه. وحتى الان ودن من طين ودن من عجيب، مفيش اي حد بيسمع، مفيش حد بيساعد الناس، مفيش حد بيتواصل عشان يخرج الناس. حضرتك شايف المأساة اللي هم عايشينها، شهر رمضان مفيش فرحة رمضان راحت من عند الناس دي، عيد مفيش عيد، مسؤولين ودن من طين ودن من عجيب.